هلو everybody. اليوم هنتعلم البيسك تاعت مين تاعت رسمة النوز. اوكي، هي عبارة عن two eyes، ونحن قلنا الاي هي عبارة عن سكوير اوكي. اخذت السنتر، طلع عندي هلا مين نص المنخار، عندي نص تاع المنخار، رجعت اخذت كمان ديفايدد باي 2 هوني وديفايدد باي 2، هيدا السايز طلعته لفوق نفس السبيس، عملت كروس طلعت عندي شو سيركل سنتر، هيدا السايز سنتر تاعو، السنتر تاعو اوريدي نزلت لتحت، نزلت لفوق، صار عندي سكوير، صار عندي سكوير، صار عندي سيركل صغيري هون وسيركل صغيري هون. هون عندي هلا بهذا الخط اللي فوق، اذا بلاحظ من هيدي النقطة ومن هيدي النقطة بيطلع عندي الايبرو. اوكي، هلا لكن هون عندي الارك تاعت العين وهون عندي الارك تاعت العين. اوكي، بغمق تحت المنخار الارك تاعيتها والارك تاعيتها، هون عندي لايت شوي، هون لايت شوي صغيري، وبلش ديجريديشن كسفير. اذا بحكي سفير معناتها عندي هلا بغمق تحت بصير عندي هيدي بومبي، بغمق هون بغمق هون بصير عندي ديجريديشن. بجيب البلندر بلشت هون، كان عندي صارت عندي بتمهين الباك جراوند لمين؟ للسيركل اللي عملته، لكن المنخار صار عندي يا ريليف لبرا او لا، صار عندي يا ريليف. تمام، هون عندي شوية بلندر عم بعمل ديجريديشن لاوصل لللايت، هون لللايت، هون عم بعمل ديجريديشن لجورة العين. بيكون عندي هلا المنخار، خليني هلا نضف اللاينز اللي حطيتهم كبيسك ونشوف شو اشتغلنا. بعد ما نضفناها منتبع شوي صغيرة، لكن هون عندي ديجريديشن، بصير عندي هادي البومبي بصير ريليف، بغمق ورا منها. ديجريديشن من الدارك لوين لللايت، هون غامق. هون بعمل ديجريديشن لوين لأطلع للسطح، اوكي اوكي خليني نكبر الصورة شوي صغيرة. الاسبوع الماضي نحن بعد ما طبقنا القواعد تاعت رسمة المنخار عنا، صرت بعرف وين لازم نفتح وين لازم افتح وين لازم غمق، اعمل ديجريديشن اوريدي هوني، عم بطلع من اللايت، هوني لايت هوني لايت هوني لايت، دائما سفير مين بيطلع الباك جراوند تاعيتها، هون جورة العين غامق غامق. خليني هلا فوت الفيجرز تالتي. اوكي، يعطيكم العافيه.